ولكن يعني ندرس حتى الشجر. نشتري اللهم بس بعض الدعم عن الكتب وبناء الفصول أو ترميم للمدرسة، ترميم المدرسة حتى ما يكون إن شاء الله نخرج يعني أجيال متعلمة. تلك كانت أمنيته الوحيدة قبل بضعة أعوام حين وصلنا لأول مرة إلى مدرستهم المدمرة ووثقنا معاناة الطلاب فيها. أنا أتولي قدام 5 سنين زيارة في هذا الفصل، وما زال التعليم كما هو. هذه السقيفة أنا بنيتها على حسابي علشان يعني نقوم فيها التعليم. المدرسة يعني مخروبة وكذلك ما فيش طول زايدة، فهذا الفصل أنا بنيتها على حسابي علشان نعلم فيه الطالبات. يعمل الأستاذ علي طمش مربيا لشعبة طالبات الصف الثاني الابتدائي بمدرسة الزبير بن العوام في ظل وضع تعليمي صعب تنعدم فيه أبسط الوسائل التعليمية. شغف وإقبال كبير على التعليم في مناطق سيطرة الشرعية شمالية حجة رغم سوء الوضع التعليمي وقلة الإمكانيات. عندي أنا بالنسبة أيضا المشكلة الكبرى هي كثافة الطلاب في هذه المدرسة، تشتمل على 1104 طالب وطالبة، منهم 635 الصفوف الأولى أول وثاني وثالث. هؤلاء لا أجد لهم المكان قبل المعلم وقبل الكتاب المدرسي. انعدام المباني المخصصة للدراسة أحد أبرز المشاكل التي تواجه العملية التعليمية بعد أن تسببت الحرب بتدمير وتعطيل أكثر من نصف المدارس في البلاد. هناك وعود وهناك مشاريع بدأت أدركنا وأتفائلنا بوجودها خير، مثل مشروع البرنامج السعودي لإعمار اليمن. هذا المشروع لا ندري ما هو الأسباب اللي عطلته ووقفته، كان مدرسة ضخمة وقد تعالج لدينا الكثير من المشاكل خاصة في المبنى المدرسي، لأن أساس التعليم المبنى المدرسي. بعد 8 سنوات من الحرب في اليمن خرجت أكثر من 2700 مدرسة عن الخدمة نتيجة تعرضها للدمار، فيما بات أكثر من 2,700,000 طفل خارج المدارس حسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة نشرته الأسبوع الماضي في اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف 24 من شهر يناير من كل عام. تتصدر مديريات شمالي محافظة حجة مناطق الصراع في اليمن من حيث تدمير المدارس والمباني التعليمية، حيث يتلقى آلاف الطلاب تعليمهم للعام الخامس في فصول من القش وتحت الأشجار في صورة تجسد إصرار الأهالي على التعليم رغم الخذلان. هلال القاعدي، قناة المهارية، محافظة حجة.